Hamda stammered. هكذا هي أمك. همدا استعمرت عندما بلغت من العمر سنة. كلشت يا كلنسوي. قامت بتغذيتك وتغسيلك. هي غيبتها أستاك علي بريولل. وأنت شكرتها. أو تاي شكر داكري. وأنت شكرتها. بالبكاء طوال الليل. أو تاي شكر طول شبي بجرا سرا داكري. عندما بلغت من العمر سنتين. كلشت يا كلنسوي. قامت بتدريبك على المشي. تاتا بيدتك تمرين دركاوة. وأنت شكرتها. أو تاي شكرا داك. وأنت شكرتها. بالهروب بعيدا عنها. عندما كانت تطلبك. أو تاي شكرا ديت خبلي روالي أداك. عندما بلغت من العمر 3 سنوات. كلش تدريك لنسبي. قامت بعمل الوجبات اللذيذة لك. تعطي خوراك تركوي. وأنت شكرتها. أو تاي شكرا داكري. بقذف الطبق على الأرض. أو تاي شكر دلوش وما تولو أو كرفول سرا داكري. عندما بلغت من العمر 4 سنوات. قامت بإعطائك قلما لتتعلم الرسم. كلش تسلور كلنسوي تعتبي قلم دركوي شخطفه ولكي. وأنت شكرتها. وأنت شكرتها لتلوين الجدران. تلوين الجدران. أو تاي شكر دا ديوالونو برنقول سرا أداك لي. عندما بلغت من العمر 5 سنوات. أو كلش تا دومر وبنزو كلون تورسيدي. ألبستك أحسن الملابس للعيد وللمدرسة ولكل شيء. وأنت شكرتها. تاتا بيش رايستا جميع بتوسيخ داختر مدرسي أو حرس لفارة. أو تاي شكر دكالو بطيرو لسرع داكري. عندما بلغت من العمر 6 سنوات. أو كلش تدش وجو كلو نسوي. سجلتك في المدرسة. أنت شكرتها بالصراخ. لا لا أريد لا أريد الذهاب إلى المدرسة. نوتي مدرسة داخل كري. أو تاي شكر مدرسة بنتك سرا داكري. عندما بلغت من العمر 10 سنوات. أو كلشتا لسكلنسوي. كانت تنتظر رجوعك من المدرسة لتعانقك. نومور بديستا دغيجني ولو بيكركاوة. وأنت شكرتها. بدخولك إلى غرفتك سريعا ودون أن تبذل السلام. أن تبذل السلام. أن تبذل السلام. أو تاي شكر بديسر عداك ليشي كلبتا كورتا بتلوار داخل سوي بغير لديجتا سلام داكري. سلام داكري. عندما بلغت من العمر 15 عام. أو كلجت دومر بنزلس كلنيتا داخل سوي. كانت تبكي لأجل نجاحك. وأنت شكرتها. أنت شكرتها. نمور يعني بس سادة كاميابية بارا خوستنا كول. أو تاي شكرا داكري. أو تاي شكرا داكري. بطلب هدايا النجاح. أو تاي شكر لتهبي بطلب سرا داكري. عندما بلغت من العمر 20 سنة. أو كلجت دومر بشيلم بسرلك بشكش شول. كانت تتمنى ذهابها معك إلى الأقارب. وأنت شكرتها. أنت شكرتها بالجلوس مع أصدقاء. دي بس تعثر دوستان كردت لو ما يدر لودي. أو تاي شكر أداكري. أو تاي شكر أداكري. أو تاي شكر دم القرس رب مجلس أداكري. عندما بلغت من العمر 25 عاما. أو كلجت بنزويشت كلنسبي. ساعدتك في تكاليف زواجك. وأنت شكرتها. أنت شكرتها. استاد وادل فاري زحمتنا وقالل. أو تاي شكرا. أو تاي شكرا داكري. بتفضيل زوجتك عليها. زوجتك عليها. أو تاي شكر بديع داكري شي خبلي مير مني تجي ترمور بزيلة توركري. عندما بلغت من العمر 30 عاما. أو كلجت دومر ودير شكلون تورسيدي. قالت لك بعض النصائح حول الأطفال. تاتا بيد أولادون دروزني بارا نصيحتنا كول. أنت شكرتها بقولك.
او تاي پدي قول سرا شكر ادا کړی چې لا تتدخلي في شؤون اسرتي. زموش بقرني چارك مداخلة مكوا. عندما بلغت من العمر 35 عاما اتصلت بك تدعوك للغداء مع او كلك تدو عمر 15 كلني تورسيدي تعتبي ده سهار ده شاي لفارزنقواها. وانت شكرتها. انا مشغول هذه الايام. او تا شكر بدي قول سراداكي جزا بدي ورزك سخت مصروفي. عندما بلغت من العمر 40 عاما او كلكت دو مرت الوشت كلني تورسيدي اخبرتك انها مريضة وتحتاج رعايتك. تاتا خبر درك ولسو جمور ستا بوشتني تارتيالي. وانت شكرتها. انت شكرتها بقولك عبء الوالدين ينتقل الى الابناء. او تا شكر بدي سراداك ليش دمور او بلار غم حمد اولادون ورده غاردي. في يوم من الأيام سترحل أمك عن هذه الدنيا وحبها لك لم يفارق قلبها. أو تحسي ورز همرات لن كده چه ستامور بنور بدي نري كنوي أو ستاس خيه وسهنا هم زرجلانس أو محبت يستاس أمي. لذا إذا كانت أمك لا تزال بقربك لا تتركها ولا تنسى حبها وعمل لأجل رضاها. كلي تستعمور تاتا نجديوي هز كلي مبرير ده أو محبتي مهيروة ده دي ده خوش على ساتر اللبارة هميشا حتى أو كوشش كوا.